وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر دكتور فارس مصدور الخبير الاقتصادي. بداية، كيف قرأت دكتور إشادة المشاركين في الجمعيات السنوية 58 لبنك التنمية الأفريقي بالتزام الجزائر بدعم المشاريع التنموية الأفريقية؟ هو فعلا أن الجزائر الآن أصبحت تدعم المشاريع القطاع الخاص والقطاع العام في إفريقيا، خاصة في عدد معتبر من الدول مثل السنغال التي لديها مشاريع تنموية حقيقية، والحكومة السنغالية يعني مقبلة على توسيع دائرة الاستثمار فيها، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول التي تريد الجزائر أن تجد طريقا لاستثماراتها داخل هذه الدول، وبالتالي لا يمكن أن تغرد الجزائر خارج سرب البنك التنمية الإفريقي، ولن يكون هنالك مسار مراقب ومتابع إلا من خلال هذا البنك. لذلك أنا أرى بأن الدول المشاركة في هذا المنتدى أدركت بأن الجزائر قدمت فعلا أمورا حقيقية عملية على أرض الواقع، عوض أن تبقى هنالك بروتوكولات واتفاقات يعني حبرا على ورق لا تجد طريقها إلى التطبيق. طيب دكتور، في رأيك ربما ما هي أهم المشاريع التنموية في أفريقيا التي تمنحها الجزائر العناية اللازمة أو عليها أن تفعل ذلك؟ والله الذي أعلمه أن أفريقيا تحتاج إلى الغذاء والدواء والهياكل القاعدية والصحة وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى الصناعات الاستخراجية التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة جدا بغية استغلالها حتى تكون أداة لتنمية إفريقيا. وبالتالي فأرى بأن المشاريع الكبرى مثل الصناعات الاستخراجية المنجمية والبترولية والغازية عادة هي المشاريع التي تستهدف من خلال التمويلات. يضاف إلى ذلك بعض المشاريع مثل شق الطرقات والجسور والسدود، أيضا تعتبر هذه أيضا مشاريع كبرى تساهم الجزائر في تنفيذها، ممكن جدا بصيغة البيوتي أو بغيرها من الصيغ التي يتوافق عليها الطرفان. طيب دكتور، هناك تشجيع ربما من مجموعة البنك للجزائر للاهتمام بالاستثمارات الخضراء، ماذا تتوقع بشأن هذا الملف؟ لأن إفريقيا تعرضت لضربات قاسمة فيما يتعلق بالاختراقات البيئية وتأثرت تأثرا بالغا، وبالتالي لابد أن يكون هنالك استثمارات بيئية صديقة للبيئة عوض أن تدمر مثل ما دمرت من قبل. وبالتالي فبنك التنمية الإفريقي يريد لهذه المشاريع أن تكون مشاريع تنموية خضراء تساهم في تنمية المحيط عوض أن تدمره من خلال مشاريع صناعية لا تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي. دكتور فارس مصدور الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر.